في الـ VRV system وبخصوص الـ Air Handling Unit أو الـ HU، الناس اللي كانت بتسأل عن بعض المعلومات إضافية وتوضيح أكتر عن موضوع الـ HU اللي بتتركب مع VRV Condensing Unit، يعني بتبقى DX Air Handling Unit سواء كانت Pure Cooling أو Fresh Air أو Mixed. هنا هنبين لكم برضو تاني أو هنكرر، احنا بيناها قبل كده بس هنكرر برضو بعض المعلومات للتوضيح الناس اللي عايزة تعرف الموضوع بيترتب ازاي. انا عندي هنا مثال اير هاندلنج يونت دايكن طبعا، وحجمها او الكباستي بتاعتها كبيره شويه، يعني حوالي 190 كيلو وات، يعني دخل على 60 طن تبريد تقريبا. مع الاستيميشن اللي حصل بيتضح ان هي بتحتاج تقريبا كوندنسنج يونت 80 هورس باور. طبعا 80 هورس باور هنا عندي في دايكن هضطر احط اتنين سيستم، لانه زي ما انتم عارفين انا عندي بالنسبه للهاي امبيانت، بتكلم على الموديلات بتاعت منطقه الخليج، اكبر مليول بيجي 16 3 في 16 يعني 48 هورس باور. فانا لو عندي 80 هورس باور مطلوبين للاتش يو لازم اعمل اتنين سيستم. اللي حصل عندي هنا ان انا عندي اتنين سيستم، ادي السيستم الاولاني 1 2 3 مليول 14 14 12، والثاني زيه 14 14 12. فبالتالي ادي اول خطوه بعد ما بعمل السيلكشن للريكوايرد كاباسيتي بتاعه الاول دور اللي انا هشبكها. طبعا مش هنكرر بقى موضوع الكهرباء والايرث ليك بريكر زي ما احنا شايفين الاي ال سي بي بالنسبه دي ريكومندد بالنسبه للاول دور كحمايه اضافيه، لكن هنروح على طول للنقطه اللي انا عايز اوضحها اللي هي ال HU على حسب ال number of coils بيحدد لي ال number of controller وال number of expansion kit. انا عندي ال HU اللي قدامي ده هيت حسب الكباسيتي بتاعتها وحسب السيلكشن طلع فيها اربعة كولينج كويل. لو شفناهم من الداخل زي ما انتم شايفين ادي اربعة انلت مع الديستربيوتر بتاعتهم، اتمنى تكون واضحة. يعني طبعا ده الكويلات اللي هي داخل ال HU، طبعا ده الفان سيكشن وبقية التفاصيل بتاعت ال HU. هنا اللي انا عايز اوصل له انه على حسب ال number of coils لازم يكون عندي same number of controller. ال controller kit بتاع دايكن زي ما انتم شايفين مع الاكسبانشن كيت، طبعا لسه هنا عندنا ملاحظات على التقفيل لان مشروع لسه بيتجهز للتشغيل. فعندي انا الكنترولر ده هو مع الاكسبانشن كيت اللي انتم شايفينه الالكترونيك اكسبانشن كيت. في دايكن اكتر حاجه بيقدر يتعامل معاها الاكسبانشن كيت الاندكس 500، ال 500 هنا بتعادل 20 هورس باور. يعني لو انا عندي ال 80 هورس باور اللي انا اتكلمت عنهم لو قسمناهم على لو خدناها بالاندكس لازم يكون عندي اربعة اكسبانشن كيت وبالتالي اربعة كنترول كيت. فده باختصار ازاي انا بحدد بناء على كمية الهواء اللي عندي، وبعد ما احدد اللود اللي عندي سواء كان كومبليتلي توتال فريش اير او ميكسد او بيور ريتيرن، بعد ما بحدد اللود بعمل سيلكشن بتاع الاوت دور، وبعد ما اعمل السيلكشن بتاع الاوت دور بشوف التوتال هورس باور والتوتال اندكس، وانا عندي الكنترولر بيتعامل مع ماكسيمم 20 هورس باور او 500 اندكس بالنسبه لدايكن. في الحاله دي زي ما قلنا المثال اللي قدامنا ده هو انا هيكون عندي 4 اكسبانشن كيت و4 كنترولر. فده باختصار السيكونس بتاع السيلكشن او الحساب بتاع ال HU وما يعادلها او ما يلزمها من كوندنسنج يونت VRV يونت. شكرا.